مسام القدساوية أكثرهم طبعا يتشرفون وودهم القدس. إيه عطنا رأيك على مجلس. لا إحنا بنتشرف عليهم جمهور محترم التقدير لهم. وينكم باعتزال نهير؟ مساعد. وينكم باعتزال مساعد؟ هذا اللي حققوا 25 بطولة. في أندية عندنا ما حقق بطولتين خلال 20 سنة. وينكم الجمهور؟ وينكم باعتزال نهير؟ لاعبين قدموا بطولات وضحبوا بسنين طويلة وقدموا لكم يعني بطولات كثيرة مثل. انتوا اليوم اول اختبار لكم وقبلها مساعد شوف الله الملعب والله مو بس اعتزال لا 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 لا, لا, لا شوفوا هذه رساله لكم اعتزال يا ابو عبد الله زائد ان مباراة حساسه يعني مباراة حساسه يعني موضوع ثاني القادسيه ما شاء الله عليه الجيل هذا حقق بطولات يمكن يحلمون فيها الجمهور واللاعبين ما قصروا انت اليوم لما لاعب مثل نهير يكون في مباراة اعتزال يفرح ترى يفرح لما يشوف الملعب مليان يصفقون لك الجمهور يعيونك ويقدرونك على السنين اللي قدمتها احنا اليوم لما نقول نادي القادسيه نادي الجماهير نادي العرب نادي الجماهيري ترى هذا وقتكم هذا دوركم اللاعب بيفرح باليوم زين لذلك حتبكم الفريق ترى السنه حقق بطوله كاس الهلال ترى في بعض الانديه ما حققت ولا بطوله وجمهور جاي حضر يعني شوف الفريق ما حقق بطوله كاس الهلال اوكي نتفق انه والله في ظروف السنه الفريق ما قدم مستوى اصابات سوء يعني اختيار المحترفين لكن بالنهايه حقق بطوله اليوم لاعب من لاعبينكم واحد من عيالكم يعتزل المفروض يكون افضل تكريم ترى حتى اللاعبين يحتبون عليكم وانا اول واحد منهم ان شاء الله ما راح اقدم مباراه عزال اذا كذي حضور زين حلوه هذه هذا امر خطير والله لا والله ما وجد تقدير ولا باعتزال احمد انت اليوم لما تكون لك قيمه وتحقق بطولات تاريخ نادي القادسيه حققوه الجيل هذا مع كل احترامي لتاريخ نادي القادسيه لكن هذا جيل ذهبي هذا جيل ذهبي ممكن ما راح يتكرر لذلك عليكم تكافئون لاعبينكم مو بس والله تطالبون الصورة الناس بعد تبي منك